الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان في الليالي المظلمة يذهب، كاتبين كان يتعهد بيوت كثيرة في المدينة، هو كان يروح متلثم حتى واحد لا يعرفه، مو صراخ وصياح وتظاهر وأنا فعلت وأقعد بالديوانية أحكي لله. إذا واحد يعطي بيمينه شماله لا تفهم لله، واحد المن يريد يقشمر. كان يتلثم الإمام زين العابدين، ما كان خادم الإمام يقول له أنت سوي هذا العمل. الإمام اللي ينقل في بعض الروايات بعض النقول التاريخية 50,000 عبد اعتقهم، هكذا بعض ينقلون. لا، هو الإنسان لازم يباشر هذه الأعمال، إذا رحتوا روحوا شوفوا. كان يتلثم ويضع الجراب على كتفه ويطوف على هذه البيوت، كاتبين كانوا يقفون على الأبواب، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الأيتام، هؤلاء المساكين، عندما كانوا يشوفون الإمام وهم لا يعرفون من هو كانوا يتباشرون ويقولون جاء صاحب الجراب. وعندما توفي الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجدوا آثار على كتفه، فسئل أنه شنو هاي الآثار، فقيل أن هذه آثار الأجربة اللي كان يحملها على كتفه ويأخذها إلى الفقراء والمساكين.